انا كنت مصدومة ومش مصدقة، يعني مش قادرة اتخيل ان حد ممكن يعمل كده. يعني انا انت ازاي، يعني ازاي كده؟ يعني انا وكنت غضبانة جدا، وافتكرت حاجات انا حصلت لي شخصيا، وانا كنت كتبت على الستوري قبل كده، مرة زميل ليا حاول ان هو يتحرش بيا، ده مثلا من حوالي 5 أو 6 سنين، كان صديق قريب وحاول يتحرش بيا، والحمد لله ان انا قدرت ان انا امنعه، وطبعا من ساعتها ما كلمتش معاه. بس انا عمري ما واجهته، لان انا ساعتها ما كنتش متخيله ان ده تحرش، يعني مش قادره اصدق ان ده تحرش. لما كبرت فهمت ان ده كان تحرش، ما كنتش مصدقه او مستوعبه. بعدها بسنتين زميل ليا في الشغل في التمثيل، ممثل، حاول برضو انه يتحرش بيا، وانا كنت برضو احنا كنا زمايل وكنا عارفين بعض وكنا واخدين ورشة مع بعض وكنا بنتقابل، وانا برضو ساعتها ما كنتش قادرة استوعب ان ده تحرش. انا ساعتها يعني كنت غضبانة جدا، بس برضو عمري ما واجهته، لان انا ما كنتش عارفة اواجه اقول ايه، او انا مش عارفة اعمل ايه يعني. وكان ممكن اشتكي، كنت ممكن اقول لحد، بس انا سكت. وطبعا دلوقتي انا فهمت قد ايه ان صوتي مهم، وان انا ما ينفعش اي حد يتحرش بيا لفظيا، يتحرش بيا ابتزازا. انا طبعا في ناس تبعت لي، كان فيسبوك بتاعي اتسرق من سنين، واحد بعت لي قال لي لو ما اديتنيش الفلوس كذا انا هركب صورتك على صور صور مش كويسه يعني، وهفضحك وهخليكي تتشهري بجد بقى. طبعا ساعتها انا ما اهتمتش ليه خالص، وبرده ما روحتش قدمت بلاغي. طب ليه انا ليه عماله احس بنفسي، انا ليه بسكت؟ ليه سكت؟ ليه سكت؟ ليه سكت؟ بس خلاص انا مش هسكت تاني. اي حد هيتعرض كلام تحرش اي حاجة، انا مش هسكت تاني، خلاص مش هسكت، لان انا صوتي بقى مسموع. لازم اتكلم ولازم اقول عن تجربتي. انا عايزة امشي في الشارع احس بامان، عايزة افتح تليفوني احس بامان، عايزة اخرج مع صحابي احس بامان، عايزة اشتغل مع رجالة احس بامان، وانا مش حاسة بامان.